وللحديث أكثر عن استمرار التظاهرات المنددة بسوء خدمة قطاع الكهرباء وفشل الحكومة في التعاطي مع الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات حسن هادي. أهلا بك سيد حسن. بداية، وكما تعلم فإن التظاهرات لا تزال تخرج اعتراضا على استمرار انقطاع الكهرباء. السؤال هنا، كيف ترى تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ، وحيكم وحي الكادر قناتكم الموقرة. حقيقة أن المواطن العراقي كان وما زال يرزح تحت خط الفقر والزي والجوري والحرمان منذ أيام النظام السابق، وحتى هذه الأيام، وحتى أن توسمنا خيرا بهذه الحكومة منذ 2003 ولحد يومنا هذا، وثمانية عشر عاما من الظلم والجور والحرمان والفساد والقتل والطائفية وجر البلد إلى الويلات، الحروب والديون. وكذلك اليوم ترانا نتظاهر منذ سنتين ولحد هذه اللحظة ولم نرى من مجيب، حيث بحت أصواتنا من المطالبات والمناشدات ونحن نرزح تحت خط الفقر وارتفاع الدولار ولهيب الصيف الحارق وانقطاع التيار الكهربائي بين حينة وأخرى، حيث أن محافظة ذيقار لا تحتوي على أبراج متفجرة، لم يتم تفجير الأبراج، فلماذا هذا الانقطاع المتواصل في تيار الكهرباء في المحافظة؟ هناك جيوش كثيرة عاطلة عن العمل، هناك شباب تريد حقوقها، تخرج تتظاهر بسنحارية حملتنا العلم الوطني فقط وتشبه بالرصاص والقتل والاعتقال. لا نعرف إلى متى سيتم تلبية مطالب هذا الشعب الذي يرزح تحت الظلم والطغيان والفساد. نعم سيد حسن، لكن الكاظمي يعني يرى أن من سماها القوى الواهية هي من تعرقل اكتفاء العراق من الكهرباء والغاز. برأيك من يقف وراء أزمة الكهرباء؟ نعم، هناك قوى وأياد خفية تعمل على عرقلة ملف الكهرباء من حيث السيطرة والهيمنة وفرض إرادات إقليمية خارجية على البلد من خلال جعل العراق ضيع لها وعدم توفير الغاز وكذا الغاز المتوفر في العراق. لماذا يتم إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في العراق ولا يتم استغلاله كي يوفر للمحطات الكهرباء المركبة والمحطات الكهرباء الغازية؟ لماذا يتم استيراد الغاز من بلدان مجاورة ولا يتم استغلال الغاز في العراق؟ هذا السؤال موجه لكل المسؤولين وخصوصا وزارة إلى متى نناشد ونطالب ونقول لهم نريد كهرباء، نريد خدمات، يا ناس يا عالم بحت أصواتنا بالله. نعم أستاذ. سيد حسن، وكما تعلم فإن مليارات الدولارات أنفقت على قطاع الكهرباء منذ الاحتلال الأمريكي للعراق ولا تزال الأزمة مستمرة. السؤال هنا، برأيك أين تذهب هذه المليارات ولماذا لم تحل الأزمة منذ 18 سنة؟ أقصد أزمة الكهرباء. نعم أحسنتم أستاذ. هذه المليارات تذهب إلى جيوب الأحزاب الفاسدة التي تمول أحزابها من خلال هيئاتها الاقتصادية وحملاتها الانتخابية. فترانا اليوم ترى الأحزاب منشغلة بدعاياتها الانتخابية وقد تناشت 900 شهيد سقطوا من أجل تحرير الوطن ومن أجل الإصلاح في هذا الوطن ومن أجل إرجاع الوطن إلى البوصلة الحقيقية، وهي بوصلة وبوصلة العدالة وبوصلة المساواة بين المواطنين. لكن لا ترى أي مجيب لهذه الطلبات وهذه المطالبات والمناشدات. وعليه ومن هنا ومن منبر الرافدين فإننا نقول لهم إننا مقاطعون لهذه انتخاباتكم الصورية الشكلية التي لا تغير الوجوه الكالحة بل تدورها، وأن الشعب العراقي أصبح واعيا ومدركا لما تقومون به من فتن وكذلك من حروب وداخلية بينكم من أجل التصارع على المناصب والمكاسب. وعليه من هنا نقول لهم إننا مقاطعون لانتخاباتكم كونكم لم تجلبوا سوى الدمار والخراب لهذا البلد. نعم. والمجرب لا يجرب. نعم أستاذ. وصلنا إلى السؤال الأخير الآن سيد حسن، يعني نسمع يوميا عن تعرض خطوط نقل الكهرباء لعمل تخريبي. السؤال، من المستفيد من استمرار قطع الكهرباء في العراق؟ كما قلنا سابقا أستاذ على سؤالكم الذي سمونا به مسبقا، أن هناك جهات وأياد خفية تعمل على عرقلة ملف الكهرباء وكذلك مصاحبة الفساد الذي استشرى في البلاد من خلال الوزراء الذين تراهم يتنعمون بالخارج
بأموال العراق، وزراء الكهرباء تراهم يتنعمون بأموال العراقيين بالخارج وتاركين الشعب العراقي يرزح تحت وطأة الصيف اللاهب وارتفاع درجات الحرارة. وهناك كذلك أياد خبيثة وأياد إقليمية تعمل على عرقلة ملف الكهرباء بسبب أنهم يريدون فرض الإيرادات والسيطرة على البلد. نعم صح. من الناصرية كنت معنا عبر الهاتف الناشط في التظاهرات حسن هادي، شكرا جزيلا لك.